مرحبا بكم جديد. اذا في حكايتنا بالنسبه لليله قاعدين نشوفوا شنو زعمه اللي صار لإيانا، محاميه من اصول اوكرانيه، بتتلقى ميته بنت 30 سنه في فرشها في الدار، والدم من حولها في كل مكان، وموتها فيه غرابه كبيره ياسر، لانه موتها تلقى يشبه لهذه الصوره اللي تجينا من واحدة من الروايات اللي تلقات في دارها. رواية اسمها سندروم، كما الصورة اللي في وسط الرواية المكتوبة والمصورة هذه، كما صورة الغلاف، الصور الاثنين بالنسبة للمحققين عندهم علاقة مباشرة باللي صار لإيانا. إي وينو صاحبها اللي مشيت معاه، صديقها ولا زوجها المستقبلي هذايا بليك، وينو سي بليك؟ والشرطة بدأت تفركس عليه باش يتفطنوا الحاجة مذهلة ما نعرفش انت كان رديت بالك منها. في الصورة اللي وريتالك متاع غلاف القصة المصورة، ترى وتشوف معايا الغلاف وقولي شنو تقرا فيه بالضبط. بليك ليبل، بليك ليبل هو اسم واحد من المؤلفين متاع هذه القصة المصورة. بليك ليبل هو حبيب إيانا، وبالتالي بالنسبة للشرطة ما عادش هو زادة يمكن يكون مخطوف ولا مفقود وإلا صارت له عملة، أصبح هو المتهم الرئيسي في جريمة قتل إيانا، وبالتالي حلوا عليه الكتاب. شكون السيد هذا اللي ما لقاوهش إلى حد الآن واللي نجم يكون هو قاتل صديقته؟ بليك راجل عمره 35-36 سنة، واليوم هو مؤلف متاع هذه الروايات والقصص المصورة، ولكنه بدأ من بعيد. ساعة بداية لازمك تعرف أنه وضعيته الاجتماعية وضعية جيدة، مش منقول جيدة جدا. شنو معناه؟ معناه ملي كان صغير أم وبوه كانوا لبس عليهم، وبالتالي هو ينحدر من عائلة ميسرة بالناحية الاجتماعية الاقتصادية، لا بل حتى من الناحية العاطفية، يعني بين أم وبوه وهو في معيشته كان عنده أخوه برك، يعني أم وبوه عندهم زوز صغار هو أخوه، وكانوا من الناحية العاطفية من الناحية المادية ما عندهمش إشكاليات، حتى أنه والده ووالدته كيف طلقوا وفي فترة المراهقة متاعه، يعني طلاقهم كان سلمي جدا، بل صار بصفة يعني سلسة، وتم الاتفاق ما بينات أمه وأبوه أنه هو بش يعيش مع أمه وأخوه بش يعيش مع أبوه، وصارت الأمور بصفة عادية، وبعد ذلك كمل زادة يعيش من الناحية الاقتصادية، عمره ما استحق حتى شيء، الوالدة متاعه كانت وضعيتها المادية حسنة جدا، بل أنها باش تخلي له من بعد ميراث بالمليارات ملايين الدولارات. بليك باش يجرب برش حاجات، هو الحقيقة ما كانش ياسر باهي في قرايته، ولكنه كان عنده غرام، كان عنده غرام بالإخراج في الأول، بحاول في مجال الإخراج متاع الأفلام القصيرة وفشل في ذلك، فشل فشل كبير، يعني صرف برشا فلوس ولكن ما وصل حتى شيء. ثم واصل الغرام تاعه في إخراج الأفلام القصيرة متاع الصور المتحركة، وفشل كذلك في ذلك، فدار من بعد إلى القصص المصورة، والقصة المصورة الأولى متاعه كانت
هذه ساندروم اللي نحكيه عليها، اللي هي قصة فيها كمية رهيبة من العنف. تحكي على علاقة طبيب بقتلة متسلسلين. تحكي كيفاش هالطبيب هذايا باش يجي القاتل متسلسل ينحيلو الذاكرة متاعو ويشوفو كيفاش يعيش من بعد من غير الذاكرة، كيفاش كان مجرم وكيفاش كان عامل. ثم يحكي في وسط القصة ويصف، ومن هنا تجي الصور العنيفة في القصة، يوصف طريقة للقتل المتسلسلين يقتلوا بها في الضحايا متاعها، ومنها الطريقة اللي تقتلت بها في الواقع حبيبته، حبيبة مؤلف هذه القصة إيانا. القصة باش تعرف نوع من النجاح. علاش؟ لأنه كما حكيت لك فيها هالكمية هذه من العنف ومن الرعب اللي تلقات واللي عندها جمهور معين وباش تجذب الانتباه لصاحبها. وبالتالي الصورة ما عادش صعيبة ياسر بالنسبة للمحقين. بليك هو القاتل متاع إيانا. دايور مش بش يزيدوا يفركسوا عليه برشا، لأنه أيام قليلة بعد هذه هذا الاكتشاف بش يسلم روحه في مسرح الجريمة. ستعثر الشرطة على بليك اللي بش يعترف بكل شيء. بش يعترف أنه هو تعرف سابقا على حبيبة أخرى عارضة أزياء، باش يقعد معاها فترة، لكن أول ما باش تحبل باش تتعاكر الأمور ما بيناتهم، وباش يهرب هو، باش يغادر تماما، باش تنقطع أخباره على عائلته على أصحابه على حبيبه وعلى الناس الكل. ثم فجأة يعاود يرجع للحياة لكن في مدينة أخرى. ثم يتعرف على إيانا وبصفة سريعة زاد يحبوا بعضهم، وبصفة سريعة تحبل زاد إيانا. ثم يدخلوا في فوفعة لأنه هو في نهاية المطاف على ما يظهر ما يحبش يكون عنده صغار وما يحبش الزواج، ولكنه فرد وقت ما يحبش يفارق إيانا. شو يقول دايور؟ أنه قتلها لأنه كانت تحب معناها تخليه وتمشي. دايور إيانا الحاجة لعائلتها ما في بالهاش بها أنها بضعة أيامات قبل هذه الجريمة كانت شكت به في المركز بسبب العنف متاعه، شكت به من أجل اغتصابها وتعنيفها. عمرها ما قالت الحكاية لعائلتها، وبالعكس كانت تحب توري لعائلتها أنها قاعدة تحاول معاه يوصلوا الحل على أساس أنه قريباً باش يعرسوا، وأنه مع البيبي صغير جديد متاحهم، فأنه سيء طوى باش يعرسوا. لكن هي وقتها كانت في طنبك العركة متاحها معاه. بعد ضربها وبعد ما شكيت بيه تصل بها وقال هيجا نتقابلوا نلقاو حل. وهي كانت خايفة على الرضيعة متاعها، هذيك علاش نهار 23 ماي باش تهز بحذا أمها، لأنها كانت خايفة على النتائج متاع اللقاء مع بليك، وعندها حق يظهر لي في خوفها. حد ما يعرف شنو كان ينجم يعمل بليك لبنته كان جات مع أمها. اعترف بكل ذلك، اعترف بأنه مذنب، ولكن قال أنه عمل هذا الكل خاطره ما يحبش إيانا تخليه وتمشي. بون نعرفوش علاش كي ما يحبش تخليه وتمشي وصل تفننا في قتلها، أنه تقرير الطب الشرعي مش يقول الحقيقة أنه وفاة إيانا كانت وفاة قاسية جدا. إيانا توفيت بسبب النزيف الحاد اللي جاها، نزيف بسبب الإصابة اللي عندها في رأسها. ويقول
تقرير طب شرعي أنها تعذبت، تألمت كثيرا في وفاتها، يعني الوفاة استمرت لثمانية ساعات حسب تقرير طب شرعي. وتفهم من خلال كمية الدم اللي تلقات في الدار أنه حطها بداية في البانو في سال دو بان غادي نزفت كميات كبيرة. تصور أنت واحد رسم معناتها جلدة محلولة، معناها هذه هي الصورة معناها، وتنزف دونك ثم بعد ذلك بعد ما مشيت كميات كبيرة من الدم في البانو طولك من غادي الغادي في الفريقارة في المجاري متاع المياه، هزها حملها لتنهي الدقائق أو الساعات الأخيرة فوق الفرش اللي هو زادة مش يكون بكله دماء. وفاة صعبة صارت بطريقة وحشية خليت الحكم يكون هو زادة يعتبر قوي في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح مش بشي تحكم عليه بالإعدام، ولكنه بشي تحكم عليه بعدم إمكانية السراح الشرطي. وفي جانفي 2018 بشي تحكم على بليك ليبل بالسجن مدى الحياة مع عدم إمكانية السراح الشرطي. شكراً على حسن المتابعة، إلى اللقاء.